الأخبار مع علي الربيعي ورشا قباني. ثم نحييكم مشاهدينا وإليكم نشرة أخبار رئيسة أو نشرة الأخبار الرئيسة التي نبدأها بالعناوين. الكاظمي وبلاسخر تناقشان الانتخابات المبكرة وقانونها ينتظر التوافقات السياسية في البرلمان. أمانة مجلس الوزراء تتسلم موازنة 2020 وتؤكد توجهها لإدراجها على جدول أعمال الجلسات مقبلة. مضى على تخرجنا أكثر من عام ولحد الآن لم يتم تعييننا. حاليا احنا بوقت احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة الأكثر من طلب. تظاهرات مستمرة لخريجي الشهادات العليا والمجموعات الطبية وتوفير الوظائف على رأس المطالب. أخذ العينات والمسحات من هذا السوق مهم جدا باعتبار أنه نقدر نقول أنه يعكس صورة على كل المجتمع العراقي. بحثاً عن مصابين بفيروس كورونا، فرق جوالة تنزل إلى شوارع سوق الشورجة لسحب المسحات. هذه تفاصيل الثامنة، أهلا بكم. بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت سبل تعزيز التعاون بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إجراء الانتخابات المقبلة. مكتب رئيس الوزراء أكد في بيان أن اللقاء بحث ملف النازحين وآخر الجهود المبذولة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية، كما جرى الحديث عن سير تنفيذ برامج مكافحة التطرف وأهدافها بما يؤمن بيئة وطنية آمنة مستدامة لا مجال لعودة الإرهاب فيها بعد اندحاره. فيما تحاول الأطراف السياسية الوصول إلى توافق حيال الدوائر المتعددة التي تحولت إلى محل جدل وخلاف في قانون الانتخابات، ويستبعد خبراء المضي في تلك المادة كونها تواجه عراقيل متعددة منها استحداث الأقضية في المحافظات. قانون الانتخابات الذي أقر من قبل مجلس النواب في 18 من كانون الأول عام 2019 بناء على رغبة شعبية، إقراره أبقى مسألة الدوائر المتعددة من دون حسم، والمزاج السياسي ما زال في جدل محتدم تجاه هذه القضية. ستكون هناك دوائر متعددة يتم الاتفاق عليها من خلال الرؤى المشتركة إلى الكتل السياسية التي تكون أكثر تفاهمات في هذا المجال. برلمانيون كشفوا عن مخرجات اجتماعات الكتل السياسية لليلة أمس وما يخرج عن اجتماعات الاثنين، بغية الوصول إلى اتفاق موحد لطرحه على أعضاء المجلس النيابي. ليلة أمس كان لدينا اجتماع لكتل سياسية متعددة بهذا الخصوص، أوكلنا الاجتماع بعدما استمعنا إلى تم الاستماع إلى جميع آراء الكتل بخصوص الدوائر المتعددة، أجلنا إلى مساء يوم الاثنين في سبيل أن نخرج بصيغة واحدة على أنه أما دوائر متعددة حتى الدوائر المتعددة بها صياغ مختلفة لابد أن نخرج بصيغة واحدة في سبيل أن نطرحها في مجلس النواب لغرض التصويت عليه. خبراء في القانون تحدثوا عن بعض الصعوبات التي تواجه تنفيذ القانون، من بينها مسألة الاستحداث للأقضية والوحدات الإدارية التي لم تحدد مرجعيتها حتى الآن.
سمعنا بحدود 40 قضاء بين المناطق المتنازع عليها والمحافظات بها تداخلات، ولم تحسم لحد الآن الحقيقة. يجب حسمها، يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لحسم هذا الموضوع حتى تمشي مسألة الانتخابات المبكرة. الدوائر المتعددة جدل بانتظار الحسم، حسم يحتاج إلى توافقات وتفاهمات كبيرة بين أطراف المعادلة السياسية في البلاد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. وللمزيد من التفاصيل مشاهدينا ينضم إلينا في الأستوديو النائب عن تحالف سيرون الأستاذ أمجد العقابي. مرحبا بك أستاذ أمجد. أهلا وسهلا. يعني على ما يبدو أن معركة قانون الانتخابات لم تحسم حتى الآن، هناك اشتراطات، هناك اختلاف بالرؤى بين تلك الكتلة أو تلك هنا، ما الذي يمكن أن نتصوره هو السيناريو الأقرب للإقرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لحضرتك ومشاهدين القناة العراقية. تعرف حضرتك قانون الانتخابات تم التصويت عليه يعني بالجلسات سابقة السنة التشريعية الثانية، لا رجعة للوراء. نحن ماضين طبعا بإقناع الكتل البقية بأن تكون الدوائر المتعددة هي سادة في هذا القانون، هي صيغة التي اعتمدت في الانتخابات السابقة اللي تم التصويت، لا مو الانتخابات السابقة، لا اللي تم التصويت عليه داخل مجلس النواب. طيب. تم التصويت بالإجماع أنه نمضي بالدوائر المتعددة، لكن المشكلة ليش ما اكتمل القانون؟ القانون ما اكتمل لأنه بعدنا ما حددنا شكل الدوائر. مثلا بغداد، هل نمشي على النواحي أم على أقضية؟ كل أكو بعض المحافظات أكو ناحية أو قضاء متداخل مع قضاء، هذا صار الاختلاف عليه فأجلناه. طبعا فترة التأجيل طبعا طولت، فبعض الكتل السياسية اعترضت قالت احنا هذا القانون ما راح نمرر لأن الدوائر المتعددة. احنا طبعا أكو على يعني الكتل السياسية تقول هذا القانون احنا ما راح يخدمنا. هذا القانون احنا صوتنا عليه نتيجة الحراك الشعبي اللي صار. طيب. داخل الشوارع، وهو هذا واضح. القانون هو اللي راح يخدم المجتمع. طيب هذا التأجيل حق. يعني نعم. إلى متى الآن أنتم يعني أجلتم القانون بسبب هذه الحيثية أو هذا الاختلاف هنا؟ إلى متى سيستمر هذا التأجيل وما الرؤى المطروحة على الأقل إليه؟ نعم طبعا أكو صار حراك بين الكتل السياسية ومتبني السيد رئيس مجلس النواب، كذلك تحالف سارون، تحالف القوى متبنين هذا الحراك بين الكتل السياسية لغرض الوصول والتوافق لحل نهائي ما هو شكل الدوائر. هل مثلا بغداد تقسم إلى 4 دوائر 8 دوائر، المحافظات كذلك؟ للآن هذا الحراك موجود وراح تكون اجتماعات مكثفة بالأيام القليلة المقبلة، ضروري يتم إنهاء هذا المشروع القانون والتصويت عليه. الأهم يعني هنا في نقطة. نعم. الدوائر المتعددة هو الأهم يعني في القانون. نعم. لكن من خلال الاجتماعات اللي حصلت يعني الفترة يعني صوت على القانون من 2019 إلى اليوم هنالك تحدث اجتماعات. نعم. وتم التأكيد من قبل رئاسة مجلس النواب على حسم هذا الموضوع. نعم. ذكرت بأنه إلى الآن لم يتم التوصل إلى مثلا معيار من خلاله يتم. نعم. على ضوء يتم يعني شكل الدوائر المتعددة. إلى الآن لم يتم الاتفاق على هذا الموضوع. إلى الآن لم يتم ما هي شكل الدوائر على الأقضية على النواحي. بعض الإشكال وين صار الإشكال؟ بعض الكتل تقول أنا عندي أقضية متداخلة فيما بينها، ما أعرف يا قضاء. هذا راح يتم حسمه طبعا بالايام. منو اللي يحسمه؟ مجلس النواب؟ مجلس النواب بالتواصل مع دائره المفوضيه العليا المستقله للانتخاب، عندها مخطط كامل لكل الاقضيه والنواحي، راح تساعدنا بكثير من الامور. وصلنا بعض الكتل وصلناهم الى فد فكره كامله على القانون، ما كانت عندهم فكره بعض الاخوه المعترضين. طبعا يعني يوم امس كان التقرير واضح لدى الكتل السياسيه بانه لازم نعجل بقضية قانون انتخابات، خصوصا أنه دولة الرئيس رئيس الوزراء أكد أنه يعني الانتخابات المبكرة ماضية واحتمال يصير وقت الانتخابات أما أبكر أو أبعد بشهر أو شهرين. ذكرت بحديثك بأنه هنالك فكرة بعض الأخوة المعترضين بالنسبة لشكل الدوائر المتعددة، شنو الفكرة اللي يطرحوها؟ الفكرة يطرحون أنه الدوائر المتعددة ما راح تخدم بعض الأحزاب الكبيرة. يعني تقول لك إحنا هذا ما راح يخدمنا، لكن هو بالأصح راح يخدم الجميع، يخدم الناخب ويخدم المرشح. الناخب راح يكون اكو تمثيل حقيقي لكل منطقة، لكل دائرة اكو مرشح حقيقي. يعني بالقانون السابق كان اكو بعض المرشحين يجي ياخذ اصوات من غير مناطق، لكن هو ساكن او مثلا ما يعرف منطقته. هذا اللي استاذ امجد بالنسبه. نعم. للمواطن، أنا لو طلبت منك ان تبسط الفكره للمواطن. نعم. للمشاهد الان بشكل سريع، ما هي. نعم. فكره الدوائر المتعدده؟ فكره الدوائر المتعدده انه يكون المرشح بين يعني شلون نقول خلاصه بين ناسه واهله، ممثل حقيقي لكل ابناء الشعب العراقي من داخل المناطق. راح تكون طبعا
للمرشح كذلك من ناحية الدعاية الانتخابية، من ناحية خدمة المناطق. يعني اليوم مثلا سنتر بغداد ما له علاقة بالأطراف، أطراف أكو من يمثلهم، عرفت شلون؟ أنا اليوم مثلا كنائب أمثل سنتر بغداد ما لي علاقة. إذن كل منطقة هي تنتخب بالضبط تنتخب نائبها. طيب حسب الرأي. ألا يتعارض هذا مع قانون الأحزاب؟ ما إلى أي علاقة، هي بعض الأحزاب اللي اعترضت. شوف هيك شيء. إيه تشوف تقول لك أنا بالنسبة لي راح أنضرب هذا القانون، لكن إحنا هذا القانون صوتنا عليه نتيجة الحراك الشعبي، نتيجة المطالبة من قبل المتظاهرين بأنه على فكرة راح يخدم يعني المستقلين اللي عندهم مجاهة. سيخدم المستقلين. المستقلين اللي ما عندهم أحزاب. أنا اليوم ما عندي حزب أريد أرشح. قبل ماذا ما مسموح، لان ما عنده حزب تعرف قانون سانتيليغو تروح اصواته وكذا. هسه لا، على فكره وبفد شيء ميزه حلوه انه اعلى الاصوات هو من يترشح. مثلا هاي دائره ثلاث مرشحين يعني اعلى. راح يخدم الكتل الكبيره؟ لا لا لا، وهذا سبب اعتراض. طب الان انتم كسائرون اعتراضهم هو على فكره هو يخدم الجميع، بس الكتل الكبيره تقول لك انا اصواتها راح تروح. طيب استاذ امجد، الان انتم كتحالف سائرون مع اي الاراء تسيرون؟ نعم مع الدوائر متعددة إن شاء الله. نعم شكرا لك نائب عن تحالف سائرون أستاذ أمجد العقابي، كنت ضيفا في نشرة أخبار عراقية، شكرا لك. سلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء موازنة الخاصة لما تبقى من العام الحالي. المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واعت تسلم موازنة من وزارة المالية رسميا، مشيرا إلى أنه سيتم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، ومن ثم عرضها على جلسات مجلس الوزراء المقبلة لمناقشتها وإقرارها وإحالتها إلى مجلس النواب. من جهة أخرى، أكدت وزارة التخطيط إضافة الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد إلى الموازنة الاتحادية للعام 2021. وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان ذكر أن وزارته أحالت موازنة العام 2020 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها، ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي. وأضاف جوهان أن الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021. وفي سياق متصل، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أن مجلس النواب ليس مع تجديد الاقتراض المالي من الخارج أو الداخل، كون ذلك يزيد من أعباء الموازنة. الجبوري أشار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية واع إلى أن البرلمان يمارس الضغط لتقديم ورقة الإصلاح المالي والاقتصادي، داعيا الحكومة لإيجاد حلول غير الاقتراض لزيادة إيراداتها عبر الإيرادات غير النفطية كالضريبة الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغيرها من الأبواب. للمرة الأولى في تاريخها تلجأ الحكومة إلى تشريع الموازنة التشغيلية بالشكل الحالي نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. مراقبون يرجحون تصويت الحكومة على موازنة ما تبقى من العام الحالي بجميع متعلقاتها المالية والإدارية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. الموازنة التشغيلية أو الاستثنائية هو شكل موازنة العام 2020 ولمدة 3 أشهر فقط. هي المرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية الحديثة أن تبنى موازنة بهذا الشكل نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كما تقول وزارة المالية. تسلمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم رسميا من وزارة المالية الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2020 بعد أن تم تدقيقها من قبل الدائرة القانونية في الأمانة العامة. سيتم عرضها على جلسات مجلس الوزراء القادمة لغرض مناقشتها وإقرارها، ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب أيضا لمناقشتها والتصويت عليها. ووفقا لتسريبات، فإن موازنة العام 2020 تتضمن إطلاق الترفيعات والعلاوات للموظفين والمصادقة على تعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والاستحقاقات المالية والمتعلقات الإدارية التي تحتاج إلى غطاء قانوني.
ومن المرجح أن يصوت مجلس الوزراء في جلسته المقبلة على موازنة العام 2020 متضمنة المتعلقات الإدارية والمالية لهذا العام، والتي ستكون الأساس التي تبنى عليه موازنة العام 2021. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد. المزيد من التفاصيل مشاهدينا نناقشه مع ضيفنا هنا في الاستوديو الخبير الاقتصادي الاستاذ منار العبيدي. مرحبا بك استاذ منار. اهلا وسهلا بك. اهلا. يعني اللجنه الماليه النيابيه رفضت السماح للحكومه بالاقتراض. نعم. وطالبت ايضا بايجاد بدائل لزياده الموارد او مداخيل البلاد. هنا هل موارد مداخيل البلاد هي مجهولة وصعبة إلى هذا الحد، بحيث نحن منذ 17 عاما نعتمد نعم. بنسبة 93% على الإيرادات النفطية؟ يعني احنا لو نشوف واقع البلد مثل ما ذكرت، الاعتماد على النفط كان جدا كبير خلال السنوات السابقة، حتى في الست أشهر الماضية أيضا لو نراجع الأرقام اللي صدرت خلال الستة أشهر ما زلنا نلاحظ تراجع في الواردات الغير نفطية. ده نتكلم على وصلت الشهر السادس إلى أقل من 3%، في تراجع تقريبا 34% من الواردات الغير نفطية. هاي الأمور كلها تشير إلى خطورة في إمكانية إيجاد بدائل للواردات النفطية. هذه البدائل تعتمد على أجزاء اللي هي تمثل الجمرك وتؤثر الضريبة اللي موجودة، وأيضا تمثل على بعض المداخل الأخرى اللي ممكن الدولة توفرها. حقيقة المداخل هذه لا يمكن أن تعوض المصروفات اللي موجودة. يجب على الدولة أن تقوم بتقنين المصروفات من خلال تغيير السلم الإداري، سلم الرواتب، تحسين الآليات الدفع، بحيث أن تكون المصروفات بتكون متوجهة بشكل صحيح نحو طيب اتجاهات الصرف. هذا نظريا، عمليا ملحل يعني تعديل سلم الرواتب، توزيع مصادر توزيع الرواتب بمعنى أن تكون هناك جهات أخرى مانحة للرواتب. نعم. كالقطاع الخاص، ولكن ما الآلية؟ لا آلية حتى الآن لهذا العمل. الآلية في مجموعة آليات المفروض والتشريعات المفروض أن تكون، من ضمنها تشريع قانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. هذا حيوفر أن القطاع الخاص يدخل بشكل مباشر مع القطاع العام في توفير رواتب بعض الموظفين. أيضا هناك إمكانية مراجعة الموظفين ورواتبهم، ولكن المدخولات نرجع نقول أيضا متابعة المدخولات ومتابعة الضريبة والجمارك جزء أساسي ومهم في تكوين واردات غير نفطية، بالإضافة إلى ضرورة العمل والتخطيط لبناء منظومة اقتصادية لا تعتمد على النفط من خلال توفير مثلا صناديق الاستثمارية. إحنا اليوم العراق لديه صندوق تنمية الاستثمارية. هذا الصندوق لحد الآن ضعيف وغير ما جهات التمويل أصلا. المفروض أنه كانت يوفر جزء من المبالغ اللي تدخل للموازنة، وأيضا هو الصندوق يحتوي على الأموال، ممكن أنه يتم الاستفادة من هذه الأموال بطريقة أكثر فعالية. لو تلاحظ الأموال اللي موجودة بالصندوق زائدا العائدات اللي طيب. موجودة. أستاذ منار إذا تسمح لي يعني بس بهذه النقطة فضل. يعني كل الحلول اللي تفضلت بها الآن كتشريع قوانين وآخر نقطة ذكرتها بحاجة إلى وقت، فبالتالي يعني الحل الأسرع أو الأسلم هو الاقتراض يعني بالوقت الحالي. حقيقة هو هذا الحل السريع والسهل هو الاقتراض، ولكن الاقتراض أيضا له توابعه. إحنا لما نقترض الناس لازم يكون نسدد هاي الفلوس. طيب إحنا اليوم إلى شهر 6 عندنا عجز بالميزانية، عجز تقريبا 4 تريليون خلال إلى 6 أشهر، ومتوقع إلى نهاية السنة أيضا حيكون إلى عجز. فالاقتراض اللي صار هالسنة ممكن أنه يسد العجز اللي موجود خلال هاي السنة. فنحتاج إذا كانت الحلول السريعة يجب أن نذهب إلى اقتراض ثاني. هذا الاقتراض الثاني من الصعب سيكون الحصول. هناك أثار تراكمية، هناك مجموعة حلول واضح. نعم. سأتوقف عند هذه النقطة، يعني أريد أن أناقش مسألة إقرار الموازنة اليوم. نعم. الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفي حادثة غريبة ونادرة نوعا. نعم. ما أنه سيتم مناقشة ما تبقى من العام الحالي كموازنة، سيتم إقرار في حال الإقرار طبعا موازنة الأشهر الثلاثة المتبقية وإحالتها إلى مجلس النواب للإقرار. هنا ما تداعيات مثل هذه الخطوة؟ ماذا عن الأشهر الماضية من هذا العام؟ ماذا عن العام المقبل؟
يعني 2020 هي مثل 2014، أنا تقريبا مقتنع أنه لن تحدث هناك موازنة ولن تقر الموازنة. الموازنات دائما نحن في صراع، في سنوات السابقة هناك صراع طويل في البرلمان في مجلس الوزراء لإقرار الموازنة. اليوم نحن مثل ما ذكرت عندنا 3 أشهر، من الصعب ومن المستبعد جدا أن يتم إقرارها. وجود موازنة هي لأمور معينة قد تحتاجها الدولة، وقد هناك ضغط على ضرورة توفير الموازنة، ولكن موافقة مجلس الوزراء وموافقة البرلمان على هذه الموازنة هي أولا غير فعالة، وثانيا لا أتوقع أن تحدث. ستكون تشغيلية بطبيعتها، حتى لو كانت تشغيلية هي أوردي إحنا عبرنا 6 أشهر تقريبا و7 أشهر بالربع الأخير من السنة إحنا، فبالتالي عملية إقرار حقيقة لن توفر الكثير، ستحول إلى السنة القادمة. الأجدى التركيز على موازنة 21 ومحاولة إيجاد كيفية الاستثمار أو إيجاد بعض الأموال لصرفها على الجانب واضح. الاستثماري. طيب. النقطة هنا والسؤال نعم. الأهم هنا هو أن الشق الاستثماري من عام 2020 عطل بشكل تام، واضح. بمعنى أنه يجب وبطبيعة الحال أن تكون هناك مبالغ مدورة من العام 2020 إلى العام 21 ستضاف كمبالغ استثمارية وليس تشغيلية. هل هذا سيعزز من إمكانية وجود مشاريع في العام المقبل؟ هو لحد 2020 لم تكن هناك بعض الأمور اللي كانت مخصصة للاستثمارية لم يتم تصرف، وبعض بعض المصروفات اللي صارت ضغط على الحكومة العراقية تم استخدام هذه الأموال في استخدام الموازنة الاستثمارية في التشغيلية. فمن الصعب جدا التحويل على موضوع الأموال اللي موجودة من 2020 وتحويلها على المبالغ اللي موجودة على سنة 21، فبالتالي نحتاج أنه الدرجة الأولى تقنين المصروفات الحكومية، مراجعة المصروفات الحكومية بشكل كامل ومتأكد من ذهاب الأموال المصروفة إلى أصحاب الحق بشكل مباشر، ومن ثم إعادة هيكلة الجانب الاقتصادي بشكل كام بحيث أنه تكون الأمور سلسة على السنوات القادمة بعد 21 و22. طيب شكرا لك أستاذ منار العبيدة الخبير الاقتصادي على كل هذه التفاصيل، كنت ضيفا في نشرة أخبار العراقية. مشاهدينا النشرة مستمرة وفيها أيضا المحطات الحكومية أكثرهن ما بيهن إدامة، لا الطريق مالهن، لا حتى اللي يشتغلون على الهزمات تعاملهم مو هالقد ويا البقية. مواطنون يشتكون رداءة محطات الوقود الحكومية ويطالبون بتحسين الخدمات فيها لتنافس الأهلية منها. غياب الحصة التموينية أمر بات يثير حفيظة مواطنين، ولا سيما بعد التدهور الكبير في تجهيز مفرداتها خلال الأشهر الماضية. وزارة التجارة طبعا عزت أسباب تلقي تجهيز مفردات البطاقة التموينية إلى نقص المخصصات المالية بسبب غياب الموازنة. كل شيء ماكو، الطحين يجي متروس دود وبهذا الحديد الناعم، الوجبة كل 4 أشهر 3 أشهر ماكو غير بزيت. أكثر من 30% من سكان البلاد، أي ما يقارب 10 ملايين مواطن، تحت مستوى خط الفقر، إذ يعتمدون بشكل أساسي دون غيرهم من السكان على المواد الأساسية الموزعة ضمن البطاقة التموينية والغائبة منذ 4 أشهر. في بداية الموسم كان عندنا التوجيه أنه تكون 8 حصص للسنة، صار التوجيه أنه تكون هي 10 لحد الآن، وتوزيعها كان لو نقسم ال8 حصص على السنة تطلع 45 يوم، لكن بزيادة الحصة راح تصير كل 30 يوم. الحصة التموينية أو ما يعرف بالعراق بسلة الفقير هي من أكبر برامج الإعانات في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد عليها الأسر العراقية بنسبة 75% في موادها الغذائية. الوزارة لم تستلم التخصيصات الكاملة، يعني تكاد تكون نسبة 20 إلى 25%. تحركنا باتجاهات متعددة، اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب في المجلس الوزارة للاقتصاد، الهدف هو وضع آليات جديدة للبطاقة التموينية من خلال شراء العقود بالآجل. حصة ماكو، طحين ماكو،
كل شيء ماكو، كل ثلاثة اشهر اربعة ينطونا بس الطحينات وياخذون فلوس مال شهر كامل، النفر 1000 دينار ياخذونه والحصة كل شيء ما بها. نظام البطاقة التموينية والذي استحدث في تسعينيات القرن الماضي ويعمل فيه أكثر من 49,000 وكيل في عموم مناطق البلاد ربما أصبح هرما وتقليديا وبحاجة للتحديث والتجديد. مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد. رصدت وزارة الصحة والبيئة 3651 إصابة جديدة في عموم محافظات البلاد. كشفت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي عن تسجيلها 3300 وحالة شفاء واحدة وتسجيل 90 حالة وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي حالات الشفاء في العراق وصل إلى أكثر من 76%. حملة صحية نفذتها صحة الرصافة في بغداد بعد نشر أكثر من 150 فريقا في سوق الشورجة لإعداد الفحوصات الخاصة بجائحة فيروس كورونا لتنفيذ نحو 10,000 مسحة خلال عدة أيام. التفاصيل في هذا التقرير. صحة بغداد الرصافة حملة للتحري عن مرض كورونا. حملة ميدانية أجرتها الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة الرصافة ببغداد لأخذ مساحات من المواطنين بمنطقة الشورجة ذات الكثافة السكانية العالية كخطوة استباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا. تم اختيار هذا السوق للأهمية الكبيرة لهذا السوق من خلال كثرة عدد المتبضعين ومجيئهم من كافة أنحاء بغداد والعراق. أكثر من 150 فريقا صحيا توزعت على منطقة الشورجة ومحيطها لأخذ ما يقارب 10,000 مسحة موزعة على 72 ساعة مخصصة للرصد الوبائي. أخذ العينات والمسحات من هذا السوق مهم جدا باعتبار أنه نقدر نقول أنه يعكس صورة على كل المجتمع العراقي. اليوم عندنا أكثر من 150 فريق في هذا السوق اللي أخذ إن شاء الله أكثر من 10,000 مسحة خلال 3 أيام. شملت الحملة هذه توعية المواطن وتثقيفه على ارتداء الكمامات في المناطق ذات الكثافة العالية حفاظا على السلامة المجتمعية من وباء كورونا. من بغداد، منة الله ظاهر، العراقية الإخبارية. نتابع هذا الملف مشاهدينا. ينضم معنا عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور حسن خلاطي. أهلا بك دكتور حسن. إلى أي مدى نتوقع ارتفاع جديد في معدلات الإصابة في العراق؟ طبعا بعد الإصابات التي وصل إليها يعني في الأيام الماضية وصلنا عبرنا حاجز 5,000. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم في البداية وشكرا للاستضافة. الحقيقة يعني إحنا منذ أكثر من شهر تقريبا، بل يعني 6 أسابيع، وصلنا إلى حالة ما نسميه حالة التوازن أو التساوي بين عدد الإصابات وعدد حالات الشفاء. هذا بحد ذاته هو مؤشر جيد، وإن كان هناك ارتفاع واضح في أعداد الإصابات. الرقم اللي حصل اللي يعني نسمي الرقم ستاندرد، عبرنا حاجز معين وهو حاجز 5,000، هو مؤشر بكل تأكيد مؤشر خطير، وهذا أشارت له أيضا وزارة الصحة. إذا نتابع قضية التعامل مع الوباء الفيروسي من بدايتها إلى الآن، بدينا ندخل يعني في نفس الفيروس وفي قضية التعامل مع الفيروس انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، مجموعة مراحل. كنا في البداية نتعامل مع حالات الملامسين فقط وليس المصابين على أنها حالة خطيرة يجب أن تتابع، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قضية أخرى وهو أنه الملامسين أصبحت القضية شبه طبيعية. انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة أخرى أن الحالات البسيطة هي حالات ممكن أنه تعالج. انتقلنا إلى مرحلة أخرى الحالات المتوسطة. الآن انتقلنا إلى وضع جديد وهو قضية العلاج في العلاج المنزلي، العلاج في داخل البيت، مو كل الحالات تحتاج إلى مستشفى. فهناك تطور في قضية التعامل مع الوباء الفيروسي، وهناك في ما يتعلق بالأعداد. الآن الأعداد اللي يعني الأعداد الحالية اللي نشهدها هي تقريبا مشابهة بل
يعني مساوية تماما لحالة وصلتها دول الجوار قبل حوالي 3 أشهر أو 4 أشهر. في البداية العراق استطاع أن يضع حواجز قوية تمنع هذا التفشي وتؤخر، لا تمنعه بل أخرته. الآن يعني الصورة اللي نعيشها اليوم هي مشابهة للصورة اللي كانت عليها السعودية والصورة اللي كانت عليها إيران قبل إيران قبل حوالي 3 أشهر. الآن احنا نتحدث عن أعداد وصلت إلى أكثر من 260,000 ونتحدث عن وفيات تجاوزت 7,000. طيب دكتور، الآن نحن أمام عام دراسي جديد، الآن يعني تتم يتم الحديث حتى في الشارع العراقي عن أنه كيف سأترك أو سأدع أطفال يذهبون إلى المدرسة، كيف يمكن أن يكون الوضع في المدارس، كيف يمكن يكون الوضع في الشارع في الأسواق في ظل العام الدراسي الجديد وجائحة كورونا. بكل تأكيد هي قضية الآن هي فعلا يعني مقلقة لأولياء الأمور ومقلقة للكثير، لكن أنا ما أريد أبعث رسالة اطمئنان ولا أريد أقول إحنا مع هذا الأعداد اللي يعني تصاعدية ومع أيضا حالات الشفاء، نحن اليوم عندنا الكفة متوازنة، ودائما نقول في علم الوبائيات إذا وصلنا إلى حالة توازن أعداد الإصابات مساوية لحالات الشفاء هذا يعني أن هناك توازن في الموضوع أيا كان العدد، هناك توازن وهناك سيطرة، هذا اتفقنا عليه مبدئيا. ثانيا دخلنا وبكل تأكيد شئنا ما بينا نريد نقولها وما نقولها واقعيا جاي نعيشها، احنا دخلنا منذ اكثر من شهرين تقريبا دخلنا مرحله اسمها التعايش مع الفيروس، تعايشنا. وهذه القضيه عندما بدا الدوام في الوزارات في الدوائر بدا دوام بنسبه 25-50%، بدات بعض القضايا يتم السماح بها، كثير من حصلت تجمعات، لكن عندنا مشكله اساسيه احنا المشكله اللي جاي الان نعيشها بصراحه. اشوف انا ذكرت دول، لكن هذه الدول بعدين شنو سوت؟ الآن هناك التزام كامل من قبل المواطنين في قضية الإجراءات الوقائية، الكمامة موجودة، التعقيم موجود. إحنا الآن الحالة الجاية نعيشها حالة التساوي، إذا ما التزم المواطن في قضية والالتزام طبعا مو التزام مفروض، الالتزام إذا كان مفروض وإجباري خلاص ما راح يصير التزام. أنا بصراحة أقوله من خلال قناة العراقية، قناة الحكومة، قناة الدولة الرسمية، رسالة موجهة للمواطن، إذا تبقى القضية أنه إحنا نجبر المواطن على أن يلتزم، مستحيل أن يلتزم المواطن، مستحيل أن يستجيب المواطن واللزمة بقضية أن نوقف له سيطرة بالشارع ونقول له البس كمامة، هذه مو حالة التزام. لو تفرض مثلا غرامات، يعني يمكن أكو دول دكتور حسن، يعني أكو دول سيطرت هم ما التزموا المواطنين بالإجراءات الوقائية وبالتالي يمكن فرضت غرامات حتى بالبداية. صحيح صارت احنا ليش من نوصل احنا لا من احنا 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 خلينا نكون واقعيين، مواطننا من الصعب انه يتعامل، تعال افرض غرامه سد هذا الدكان، صارت هذه بالبدايه مو غرامات على دكان ولا ما يلبس كمامه، تصير غرامات حتى يلتزم يلبس كمامه لصحته. اعتقد انه مع واقعنا الاجتماعي اللي نعيشه، مع واقعنا الاقتصادي ايضا، مع قضيه استجابه المواطن لهكذا اجراءات، صعب اعتقد بها صعب. طيب دكتور، لذلك انا يعني الرساله اللي اقولها والرساله اللي نحملها هو اعتقد انه ديروا بالكم على الرساله الاعلاميه اللي ايضا يتشارك بها وقناتكم او من اولى القناه اللي صار. الان احنا يجب انه نتبنى حمله تثقيف بحيث مواطننا متبنيها دكتور. المواطن هو بحده بتلقى نفسه ممكن يحمي نفسه. خل استغل الوقت دكتور، الان انت كطبيب كيف تقيم الاداء الحكومي لمساعده الاطباء، وكسياسي كيف تقيم المنظومه الطبيه العراقيه؟ مساعدة الأطباء تقصد؟ طبعا يعني الدولة شو اللي قدمتها للطبيب للجيش الأبيض؟ نعم يعني اليوم احنا من الإجراءات اللي تقوم بها الآن وزارة الصحة قطاعاتها كامل مؤسساتها هي تقريبا هي الإجراءات المتخذة واللي توصي بها منظمة الصحة العالمية، هناك تواصل مستمر يومي شبه يومي وهناك إشراف مباشر، هذا مبدئيا من ناحية الإجراءات، من ناحية يعني بدلات الوقاية والحماية. وأنا شخصيا متحدث معك ليس فقط نائب، أنا طبيب وأنا أمارس العمل وأدخل الرتات الوبائية وأدخل العنايات المركزة الآن، يعني من ناحية البدلات الوقائية وشو هذا متوفرة. تبقى طبعا اليوم احنا الجيش اللي نحارب به وسلاحنا اللي نحارب به الأطباء والكوادر الطبية. لحد الآن أنا لحد الآن الأطباء والكوادر الطبية يشعرون أنه الاهتمام بهم دون المستوى المطلوب.
هناك قضايا يجب أن نركز بالاهتمام. إحنا عندما عندك الأداة اللي تحارب بها والأداة اللي تجابها بها الوباء الفيروسي تحتاج إلى اهتمام. الأطباء ما محتاج هو أموال ولا محتاج فقط يعني رعاية، تركيز، اهتمام أكثر. تلقينا شكاوى، تلقينا يعني فعلا بعض المطالبات، يعني بعض المحافظات عندما مثلا يعني غير الأطباء اللي خصصت لهم قطع أراضي، كوادر طبية خصصت لها قطع أراضي لكن لم يتم الاستلام. هناك مثلا بعض المكافآت البسيطة اللي هي مكافآت معنوية. أعتقد أنه اليوم نحتاج فعلا نحتاج خطوات أخرى من الحكومة تشجع الأطباء من أجل الاستمرار في مجابهة الوباء. نعتذر عن المقاطعة بس نستمر وجودك. وزارة الصحة أكدت أن العراق لم يدخل الموجة الثانية إلى الآن، يعني الاستعدادات لم يدخل الموجة الثانية الوباء إلى الآن، الاستعدادات كافية؟ يعني المقصود بها طبعا هو هناك ضمن الموجة الأولى كانت عدة مراحل دخلناها ثانية وثالثة بس مو موجة إنما مراحل. الآن المقصود بالموجة الجديدة موجة الخريف، وهذه الموجة يعني نعتقد أنه ستكون يعني إذا حدثت في البلدان أيضا ستهاجم بشدة. الاستعداد اللي عندنا اللي حالا جاي نعيشها واللي أيضا نوصي بها الآن هي ضمن المستوى الاعتيادي، ما أقول ضمن المستوى المطلوب، وهناك قلق كبير يعني إذا صاعدت الحالات اليوم إحنا بهذا المستوى الآن هناك سيطرة نسبية، لكن إذا ضعفت الأعداد 5 أضعاف 10 أضعاف لا لا مؤسساتنا ولا مستشفياتنا قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة. لكن في نفس الوقت أنا أيضا أؤكد كطبيب ومختص 70% من الحالات، 70% من الحالات اللي هي الحالات المتوسطة والحالات الخفيفة يعني دون المتوسطة أيضا ممكن علاجها منزليا، العلاج المنزلي الآن. وهذا طبعا يمكن من بداية الوباء إلى الآن في العراق يعني حتى في كل الدول عموما. جزيل الشكر لك عضو لجنة الصحة النيابية دكتور حسن الخلاطي. شكرا لك دكتور. نظم العشرات من خريجي كليات الطب من جميع أنحاء العراق تظاهرة أمام مقر وزارة الصحة للمطالبة بحقوقهم. الأطباء طالبوا بالتعيين وحمايتهم بالإضافة إلى الحصول على وثائقهم وغيرها من الحقوق المشروعة. احنا اليوم تظاهرت خريجي دفعة 2019 طبعا جميع كليات طب العراق وايضا المقيمين والمقيمين الاقدمين وطلاب اطباء التدرج امام وزاره الصحه للمطالبه بالحقوق المشروعه الا وهي المباشره بتعيين دفعه 2019. مضى على تخرجنا اكثر من عام ولحد الان لم يتم تعييننا. حاليا احنا بوقفه احتجاجيه امام مبنى وزاره الصحه الأكثر من طلب، الطلب الأول والأساسي هو تعيين دفعتنا. البلد حالياً بأمس الحاجة للأطباء بالوقت اللي يتم به المماطلة بتعيين الأطباء. خرج أطباء العراق من مختلف المحافظات العراقية للمطالبة بالمباشرة بتعيين دفعة 2019 من أجل تحريك عجلة التدرج الطبي التي لن تتقدم إلا بتعيين هذه الدفعة، وأيضا من أجل تفعيل قانون حماية الأطباء نتيجة الاعتداءات المتكررة على الأطباء. مطالبنا اللي هو أولها تعيين دفعة 2019 لأن هناك نقص شديد بأعداد الأطباء بالمستشفيات، إضافة إلى أنه إحنا صار لنا سنة وأربعة أشهر قاعدين بالبيت، بعضنا يشتغل بعضنا قاعد بالبيت، والطب هو مهنة ممارسة. بعدما حصلوا على وعد بالتعيين من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نظم الآلاف من حملة الشهادات العليا تظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء المطالبة بحقوقهم. أصحاب الشهادات العليا أكدوا أن هناك محاولات من قبل البعض للالتفاف على درجاتهم الوظيفية. واقفين هنا حتى نطالب بحقوقنا، يعني مو شيء تكميلي إنما هو حق من حقوقنا اللي مكفولة. ونحن نتأمل أنه بالدولة بالوزير التعليم بالكاظمي أنه يباوع عنا ويستثمر هاي الطاقات اللي قاعدة هنا. نطيح من الكاظمي
والله استاذ واحد جاي منين؟ احنا من طلعنا هنا أنا اول شيء نطالب بتعيين حمل الشهادات العليا اللي خاصه بتجمع وطن، وطلعنا بالمبدا الاول اللي هو مساند السيد الكاظمي، لان هو الرجل احنا واقفين وياه، اذا مو بالثبات بالساحه ما تقدر تبني الوطن، فاحنا طالعين وياه نشد من ايده وعلى ايده انه نحارب الفساد. يعني انا صار لي يمكن 5 سنوات محاضر في جامعة الأنبار، طلابي متعينين وأنا حد الآن مو متعين. هذا نموذج من نماذج ومظلومية حملت الشهادات العليا في جميع الاختصاصات. نحن نعاني من التهميش لسنوات وليس سنة وسنتين، يعني أنا مثلا 7 سنوات متخرجة لم تنصفني أي استمارة أي تقديم، المحسوبية طبعا همينة تلعب دور كذا، نقول لرئاسة الوزراء انصفنا. نعود مشاهدينا الآن للحديث عن ملف غياب الحصة التموينية والتدهور الحاصل في تجهيز مفرداتها، لينضم معنا هنا في الاستوديو المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ محمد حنون. أهلا بك. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. يعني نود بالبداية أن تحدثنا عن أهم الأسباب التي تقف وراء هذا التلكؤ الحاصل يعني في تجهيز مفردات البطاقة التموينية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لا يخفى على أحد اليوم العالم يشهد تحدي كبير، وجزء من هذا التحدي يعني وقع العراق تحت تأثيراته بسبب جائحة كورونا، وأيضا انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أثر سلبا على عملية استقرار البطاقة التموينية، لأن هذا التحدي شمل كل مفاصل الحياة وكل مفاصل المجتمع، وبالتالي في البطاقة التموينية جزء من هذه المفاصل، وأمانة تأثرت بشكل كبير جراء عدم استقرار التخصيصات المالية لهذه الوزارة. ثانيا هذا التحدي الكبير الذي وضعتنا به جائحة كورونا كان يتطلب من وزارة التجارة وكل مؤسسات الدولة أن تضع استراتيجية جديدة للبطاقة التموينية. هل وضعت؟ اليوم احنا أمام تحدي، إذا استمر هذا التحدي واستمرت جائحة كورونا واستمر انخفاض أسعار النفط، فبالتالي وزارة التجارة أمام معطيات جديدة، أمام استراتيجية جديدة. لكن أسعار النفط يعني رجعت ارتفعت، يعني حتى لو ارتفاع بسيط أختي الكريمة، يعني اليوم الأسعار اليوم يعني احنا ما نريد، يعني احنا جزء من الدولة، وبالتالي حديثنا لازم يكون جزء من الدولة. اليوم رواتب الموظفين كانت بها مشكلة، يعني الدولة الحكومة الجديدة برأس السيد الكاظمي كانت حريصة جدا أن توفر رواتب الموظفين كإجراء أولي. البطاقة التموينية اليوم حقيقة منذ اليوم احنا شهر 9 المصروف للبطاقة التموينية لا يتعدى 25% من ما مخصص للوزارة اللي هو 1 تريليون. أستاذ محمد أنت تتحدث عن، أسف المقاطعة طبعا، ولكن تتحدث عن أن أزمة البطاقة التموينية بدأت وكأنه مع أزمة كورونا. الحقيقة أنه البطاقة التموينية منذ 2003 إلى الآن هي في حالة اضطراب، في حالة تراجع مستمر، في حالة يعني تناقص في مفرداتها وفي نوعية مفرداتها أيضا. هنا كانت هناك خطط بأن من يحصل على راتب من الحكومة يتجاوز 1,000,000 أو 1,500,000 فإنه تحجب عنه هذه المفردات من أجل شمول الطبقات الفقيرة. أين وصلت هذه الخطط؟ على الأقل ستركز الجهات المستفيدة أو المحتاجة للمفردة، وبالتالي من الممكن الوصول إلى هذه الطبقات. بدءا أخ علي، 2009 صدر قرار لمجلس الوزراء حدد مفردات البطاقة التموينية ب5 مواد من ضمنها الحليب. ومنذ عام 2015 وزارة التجارة تجهز 4 مفردات بواقع 6 أشهر. دائما نتحدث في وسائل الإعلام ومن خلال حتى من خلال المنبر العراقي نقول أنه قرار مجلس الوزراء موازنة الدولة حدد لهذه الوزارة 4 مفردات أساسية لبواقع 6 وجبات بالسنة. السبب هو قلة التخصيص، السبب عدم وجود رؤية استراتيجية للبطاقة التموينية. من من الوزارة أم من الحكومة؟ من كل المؤسسات حقيقة. احنا في أكثر من مرة يصير لجان خاصة بنظام البطاقة التموينية لإصلاح النظام، وهذه اللجان عندما تصل إلى قرارات نهائية تصطدم بالواقع، وبالتالي معظم قرارات هذه اللجان يذهب سدى. اليوم جائحة كورونا وضعتنا أمام حقائق مهمة، لابد أن توجه البطاقة التموينية إلى العوائل الفقيرة، إلى العوائل المحتاجة. وحقيقة لا أخفي سر عندما أقول أن استراتيجية وزارة التجارة
إذا استمر تحدي الكورونا وتحدي الأزمة الاقتصادية ستتوجه البطاقة التموينية إلى مستحقيها من العوائل الفقيرة، عوائل تحت خط الفقر. طيب. حقيقة أنا نسيت أجاوب على سؤال مهم جدا، هو عدم شمول رواتب 1,500,000. حقيقة هذا الموضوع نواجه فيه مشاكل كبيرة، معظم وزارات الدولة لا تتعاون في هذا الموضوع، نعاني من إيصال المعلومة أو إيصال مطابقة الرواتب إلى هذه الوزارة بغية استقطاع المشمولين بعدم تجهيز مرات البطاقة التموينية. اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب استضافتنا قبل 4 أيام ووضحنا مشاكل البطاقة التموينية اللي من ضمنها عدم تجهيز أو عدم إعطاء هذه الوزارة وثائق للموظفين أو رجال الأعمال اللي رواتبهم أكثر من 1,500,000. أخ علي، موضوع البطاقة التموينية حقيقة يحتاج لقرار استراتيجي، يحتاج لتخطيط مسبق. اليوم امام واقع جديد يتطلب ان تتوجه الدوله للعوائل الفقيره. اليوم شفنا بالجائحه، اليوم شفنا بالجائحه عوائل ما عندها امكانيه ان تعيش. هناك عوائل محتاجه. استاذ محمد انا اسف انتهى الوقت، ولكن باختصار ابرز او اهم اعتماد وزاره التجاره بالمفردات هي من المنتج المحلي من شركات ويعني جهات عراقيه ام من المستورد؟ منذ عام 2015 ولحد الان وزاره التجاره تعتمد 99% من المواد البطاقة التموينية على المنتج الوطني من خلال معامل القطاع الخاص اللي هو معامل سكر الاتحاد، زائدا الرز المحلي الموزع المجهز من المسوقين ضمن الحملة التسويقية للشلب. وحققنا في العام الماضي خمسة ملايين طن من الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، ويوم أمس كان لجان واضح. لجنة من 3 وزراء حددت 600 مليار للفلاحين والمزارعين. لكن هذه المقابلة انتهى. المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ محمد حنون جزيل الشكر. شكرا أستاذ محمد على هذه المعلومات. لا تخطئ عين السائق الفارقة بين محطات الوقود الحكومية والأهلية، فالأولى تهالكت وهي تنتظر الإدامة والترميم، والثانية مستحدثة وتراعي الشروط الجديدة للمحطات وفق ما عبر مواطنون تحدثت لهم العراقية الإخبارية. والغريب في الأمر أن وزارة النفط تعجز عن إكساء مداخل محطاتها بسبب تداخل الصلاحيات بينها وبين الجهات المعنية أخرى. بين الكرخ والرصافة تتوزع أكثر من 70 محطة وقود حكومية، أكل الدهر على أغلبها وشرب، منها ما خرجت عن الخدمة وأخرى تهالكت، فيما تبقى أزمة الطريق المؤدي إليها لغزام لا يفك طلاسمه إلا التخصيصات المالية. فمحطة وقود الجبهة الحكومية في مدخل بغداد الجنوبي واحدة من ضحايا الإهمال وضعف التخصيص المالي. المحطات الحكومية أكثرهن ما بيهن إدامة، لا الطريق مالهن، لا حتى اللي يشتغلون على هزمات تعاملهم مو هالقد ويا البقية. الطب لها لازم تبدل دبلات وتطلع، خاصة بالشتاء. بالشتاء كأنما لازم تركب مو تركب سيارة برمائية وتطب لها. وبينما تراجعت أعداد المحطات الحكومية، ازدهرت محطات أهلية تجاوزت أعدادها ببغداد 100 بخدماتها التي يفضلها المواطن وتصاميمها التي تواكب الحداثة والتطور. الأسباب تقول هيئة توزيع بغداد لعدم إلزامها بقانون العقود الحكومية الذي أصبح مكبلا لها. قبل فترة رحت فولت بنزين، أكو محطة مقابل حي التأميم، أنا ساكن ببسماية، فمن خليت هذا البنزين السيارة صراحة خربت عندي، النوزلات توسخت، الفيت بام قام عندي لأنه البنزين كان كلش رديء بيه، يعني أشوفها مو نظيفة، قاع ما مبلطة، خربانة كلش تعبانة، مو مثل المحطات الأهلية. الحكومية تطب للمحطة طشات، المالات هذن الهوزات مكسرة، العداد يقرأ غلط، تجي هنا زينة راحة ونظيفة، نظيفة البنزينخانة نظيفة، أسلوبهم حلو يا العالم، هذاك يعوفك ويروح. عزوف المواطنين عن أغلب محطات تعبئة الوقود الحكومية نتيجة تهالك بناها التحتية من شوارع ومنظومات التزود بالوقود، كذلك مساحات بعض المحطات الضيقة وأماكنها غير الملائمة. ففي ظل تراجع خدمات المحطات الحكومية، هل ستعمل وزارة النفط على تغيير واقعها في المستقبل القريب واستحداث محطات جديدة، أم ستبقى على حالها وتتهالك؟
علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد. استجابة لما عرضته قناة العراقية الإخبارية لمعاناة أحد مواطنين حيث يسكن هو وأسرته مقابر، أرسلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فريقا وزاريا لإكمال معاملة صرف راتب شبكة الحماية الاجتماعية. أحياء يسكنون القبور، والفقر كسر حاجز الخوف لديهم. بعد عرض العراقية الإخبارية حالة المواطن كمال حسين الذي يسكن هو وعائلته مقبرة اليهود في منطقة الحبيبية شرقية بغداد. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترسل فريقا ميدانيا لزيارة العائلة وتنظيم معاملة شموله براتب شبكة الحماية الاجتماعية، فضلا عن تسجيل اسمه ضمن قرعة الحصول على قطعة أرض من أجل التخفيف من معاناة العائلة وتحسين وضعها المعاشي. تمت الزيارة وتمت ملء استمارة خاصة بالبحث الميداني لهذه العائلة. ظهر هذه العائلة فقيرة الحال، يسكن في إيجار ولديه 5 أطفال. إجراءات وزارة العمل نالت شكر وثناء رب الأسرة الذي يأمل أن يسهم الراتب الذي سيخصص بسد احتياجات أسرته، لا سيما وأنه يملك 5 أطفال، 3 منهم لم يصلا إلى سن المدرسة وأصغرهم طفلة رضيعة. أوجه شكري قناة العراقية عن هذه المبادرة، وأوجه شكري إلى وزارة العمل على هذه المبادرة، وشكرا يعني هو الراتب للأطفال يعني لا أكثر ولا أقل. ورغم الاستجابات العديدة للحالات الإنسانية التي عرضتها العراقية الإخبارية في أوقات سابقة، إلا أن بعض الحالات اشتكت من عدم حصولها على الراتب لغاية الآن، وهو ما عزته الوزارة إلى قلة التخصيصات المالية أو وجود نقص في المستمسكات المطلوبة. كثير من العوائل أما التموينية مثلا باسم غير وعنده تقاعد أو راتب أو موظف بالدولة، وأيضا المستمسكات كثير من العوائل اللي زرناها لديهم بيانات فقط ما عندهم مستمسكات هوية العوائل. الفترة الأخيرة وقت أعداد صحيح تأخرت بسبب التخصيصات المالية، ولكن معالي سيد الوزير وجه خلال هذه الأيام بإنجازها فورا لهذه المعاملات. وبحسب هيئة الحماية الاجتماعية فإن أكثر من 1,300,000 عائلة تتقاضى راتب الحماية الاجتماعية، ويجري العمل لشمول نحو 500,000 حالة أخرى عند توفر التخصيصات المالية. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية. في الختام مشاهدينا نذكر بالعناوين. الكاظمي وبلاسخر تناقشان الانتخابات المبكرة وقانونها ينتظر التوافقات السياسية في البرلمان. أمانة مجلس الوزراء تتسلم موازنة 2020 وتؤكد توجه لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة. مضى على تخرجنا أكثر من عام ولحد الآن لم يتم تعييننا. حاليا إحنا بوقف احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة الأكثر من طلب. تظاهرات مستمرة لخريجي الشهادات العليا والمجموعات الطبية وتوفير الوظائف على رأس المطالب. أخذ العينات والمسحات من هذا السوق مهم جدا باعتبار أنه نقدر نقول أنه يعكس صورة على كل المجتمع العراقي. بحثا عن مصابين بفيروس كورونا، فرق جوالة تنزل إلى شوارع سوق الشورجة لسحب المسحات. هذا ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.